لكن أحبائي، إذا كانت أزمنة الضيق فيها ضغط رهيب بتصل بالإنسان للانسحاق، فعايز أقول لك عزيزي المشاهد إن ممكن زمن الضيق ده يكون أروع وقت عدى عليك في حياتك. لو كان الضيق اللي أنت بتعدي فيه اللي أوصلك لدرجة الانسحاق تحت وطئته، هيرميك على الرب وهتلاقي في الرب ملجأ ليك، فأنت ممكن تتمتع بأروع عطية في الوجود. عزيزي المشاهد، لو كنت لسه ما عملتش علاقة حقيقية مع الله، لو كنت لسه ما التجأتش لله علشان يحللك أكبر مشكلة، عايز أقولك النهاردة إنه أكبر مشكلة في مشاكلك مش الضيق اللي بتعاني منه، مش الضغوط اللي وصلتك لحافة اليأس، لكن أكبر مشكلة عندك هي مشكلة خطاياك. لو الضيق اللي أنت واقع فيه دفعك إنك تترمي على الرب، إنك تروح للرب بكل ضعفك بكل ما فيك وتطلب منه غفران الخطايا، تطلب منه أروع عطية في الوجود، العطية اللي خلت ابن الله يجي من السماء للأرض ويموت على الصليب علشان يديها لك، هتتمتع بأروع وعد غفران الخطايا. وبعدين في وسط ظروفك وفي وسط ضيقك وفي وسط ألمك هتحس إنه معاك، هتحس إن أنت مش لوحدك، هتشعر بشخص عظيم ماشي معاك وشايل الشيلة معاك. يمكن ما تتشالش الضغوط بصفة فورية، تفضل المشاكل زي ما هي، لكن العجيب والمذهل إن في وسط الألم في وسط الضيق هتقدر تختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل.